عزيزاتي المتتبعات، اليوم جبت لكم ميني بيتزا. المقادير هاي وين عندنا؟ عندنا زوج كيسان تاع فرينة، عندنا نص كاس حليب دافي، زدت عليه مغرف تاع حليب غبره باش يجينا ثقيل. عندي قري 4 مغارف تاع زيت، عندي مغرف تاع زبده، مغرف صغيره، مغرف صغيره سكر، مغرف صغيره تاع خميره تاع خبز، قرصه تاع لاليفير، ونص مغرف صغيره تاع ملح. راح ندير الخميره، ندير معها السكر، مغرف صغيره مغرف صغيره. عندي ذاك نص كاس الحليب، نخلط، نديرو شويه من داك الفرينه هكا، نخليها تخمر ونغطيها ونخليها تخمر ونعود نرجع لكم. ها هو الميني بيتزا تاعنا، المقادير الاولين هذوك تاع الخماره والسكر والحليب هذاك راهي خمرت. راح نزيد عليها 4 مغارف تاع زيت، يعني حوالي ربع كاس تاع لاتاي. راح ندير مغرف صغيره تاع دهان، وراح ندير هكا ربع مغرف صغيره تاع خماره تاع الكاطو هاك باش تجينا خفيفه. راح نزيد هذاك نص الكاس اللي يبقى تاع الفرينه ونشوف. راح ندير هاك نص مغرف تاع الملح ونعجنو ونشوفو الميني بيتزا تاعنا. دايما قلت لكم الفرينه بالتدريج، على خاطرش كاين الفرينه اللي تشرب كاين ما تشربش، والمعجنات ما لازمش تجي يابسه، دايما تجي تتلاصق. عدات لي في نص كاس تاع حليب، عدات لي كاس 200 غرام تاع فرينه. تجي هي كيما هاك تلاصق، واللي تبغي تدير كمية كبيرة تضاعف المقادير. أنا من عندي العائلة صغيرة ندير على حسابي هاكا. راح نعجنها شوية هاكا، تاتلي 200 غرام تاع فرينة في كاس تاع نص كاس تاع حليب تاع 200 مليليتر، نص كاس الحليب برك. واللي تبغي تضاعف دير كميه كبيره تضاعف المقادير. هاك شويه هاكا باليد، تاك 3 دقائق ولا 4 برك. هاكا ونخلوها تخمر ونعاود نرجع لكم. عزيزاتي المتتبعات، انا اللي جينا تاع الميني بيتزا تاعنا بعد اللي خمرت دي غازيتها ولي شكلتها كرات كيما هكا. كيما قلت لكم انا درت كميه قليله، وراح نحلها هكا. هذه المره الاولى نحليها كيما هكا، نديرها هكا ومع نلميها نلميها هكا. هاكا ودينا، واللي بغا يدير خبزة كبيرة ثاني دير خبزة كبيرة، المهم هادو ميني بيتزا يعني يجو صغار. نعاود نخدمو هاكا، نخدمهم هاك باش تكورونا مليح، ونعاودهم بعد نحلوهم بالحلال وبعديهم على بعضهم خاطرش رايحين يخمروا هاكا. ديريها تزيدي نميهم
راح نكمل الحبه تاعي كاع ونعاود نرجع لكم. عزيزاتي المتتبعات، هايونا لي ميني بيتزا تاعنا من بعد اللي حليتهم، راح نثقبهم هكا باش ما يطلعوناش في هكا. خلي مريحو هذاك الشيء 5 دقائق ولا 10 هكا برك، من بعد اللي تعمريهم خليهم غير شويه هكا يريحو، ومن بعد دخليهم للفور وما يشدوش طياب على خاطر الفور يكون حامي هكا. نديرو لاصوص باش ندير لكم طريقه تاع لاصوص تاعي تاع البيتزا تي شابه. تقدري ديريها في الكونجيلاتير وتستعمليها كي يجي موسم تاع الطوماطيس تستعمليها. هاكا لاصوص كيما ما تحبي نتيا، مرات كاين اللي بو لاصوص قوي في البيتزا وكان اللي هاك. البيتزا هادي تشدلك تقد كو تلعم هاد هاد لاصوص. انا كيجي الموسم تاع الطوماطيس هاكا في الصيف نخدمها هاكا. هاد الصوالة غير مقادير قليلة في دارك تقدري تخدمي قبل ما تشري هاكا، تخدميها ترافقيها بشوربة ولا كاشيين سوب ولا هاك. خصوصا الدراري تاع دروك يبغوا غير البيتزا غير وحدها، يعني ما يبغوهاش بلا حاجة زيادة، يبغوا الكوكا ولا والبيبسي برك. هاكا انا زودت شوية لاصوص هاكا هاكا، راح تجي بنينة هادي هاكا هاكا. ما نغيضوش وحدة على وحدة هاكا، نعطوهم حقهم. ونديرو فرماج، اي فرماج تاع بيتزا عندك ديري، ديري مهمة ديري فرماج لي تحسيه يذوب. تمام كي تروحي تشري شري نوعيه شويه مليحه، لا شريه شريه شري نوعيه مليحه هاكا. فرماج هو اللي يطبعها هاكا، ونزيدو فلفله، فلفله اللي عندك خضراء ولا حمراء ولا عندك الطون ولا، المهم ديري كيما طبيوك يقول لي عندك هاك. نتمنى وصفتي يعجبوكم وتدعموني وتشاركوا في القناة هاك. هذه تجي بنينة تاع العين وتشهى هاك. تقدري ثاني هكا الفلفلة كي كل موسم تاعها كيما هكا تشريها تغسليها تنقيها مليح تقطعيها وديريها في كونجيلاتير، ميم لو كان يكون الشتا ولا تبغي تستعمليها تلقيها، ماشي شرط تعيد تشري الصانطة هاديك تاع هكا. ونعاودو نزيدو نديرو ثاني فرماج تجينا مطرحة هكا هاكا. نزيدو مهم الفرماج لي تعرفيه يذوب هاكا. مادام كنتي تشبحي فيها ومادام هي تخمر، وانا عندك زيتون خضر ديري اللي عندك تيا ديريه، مهم زيتون سيرتو هي يجي فيها الزيتون كحل هاك. دي شابه هادي، انا درت كميه قليله على حسب العائله نتاعي وانتم زيدوا المقادير هاكا. وراح ندخلها الفرن ونتلاقى مع عمري لي ميني بيتزا تاعنا اللي خرجتهم من الفرن. درت لهم شويه نبلوا قبل ما ندخلهم، درت لهم شويه تاع بيض
ودوك كي خرجتهم هذو راهم خارجين هاني عجينه طريه، درت لهم شويه تاع زيت الزيتون. اللي بغى يدير في الحواشي هكا يدير زيت زيتون يدير. ها وين هاي البيتزا تاعنا؟ ها هاي شو ها بيتزا ولا اروع. ها عجينة، تقدري مام العجينة اللي تكون خدامة تقدر العجينة تخدمها وتخدم لاصوص ودير العجينة في الكونجيلاتير ربع أيام خمسة ستة ما تفوتيش سيمانة. المهم ما تفوتيش سيمانة وتعاودي تخدمي بها، تجبديها كيما هكا من تجي العشية تحليها وتخدمي بها هاك. عيوني البيتزا تاعنا مازالت حامية بصح نقدر نحل لكم انا وحده. ها شوفي ها ها البيتزا تاعنا ها ناويينه شابه وطريه، تقدر حتى تبات كون تبات ديريها غير هكا في تحمي الكوشه وتطفي عليها، كي تحمى شويه الكوشه طفي وحطيها فيها ميم با ربع ساعه ولا تلقاها حاميه تعاودي تقدميها. وان شاء الله نتمنى منكم الدعم وتشاركوا لي في القناه وديروا لي لي جيم وتبارطاجوا الفيديوهات تاعي مع الاصدقاء، والى الملتقى باذن الله.